السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الميزان. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ركز معايا كويس جدا علشان خاطر اللي هنتكلم فيه باذن الله ينطبق عليك. حط النيه بتاعتك. يلا برج الميزان، الصلاة على الحبيب، اللايك الحلو والتعليق. بسم الله. دايما معروف ان برج الميزان دمعته قريبة، جدا على خده. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة، انتوا الفترة دي عندكم رحلة او عندكم تخطيط شوية مشاكل، تخطيط امور. القلب عندكم هيبقى في حاجة تفرحكم في العاطفة. الفرح الايام اللي جاية هيكون في فرحة ما تتوصفش، او فرحة مش هتعرفوا تبدلوها. في فرحة جديدة عندكم، او انتوا ناويين على حاجات جديدة بتعملوها. ماشيين في طريق، الطريق ده خير، كله خير، بس رفعتوا ايديكم وقلتوا خلاص. عندك عمود هينور الطريق اللي انت ماشي فيه. ممكن كمان يكون في مولود جديد، بداية جديدة. الفترة دي انتوا قررتوا ان انتوا خلاص مش عايزين حاجة في حياتكم تأذيكم، مش عايزين اي حاجة. حياتكم هتكون مليئة بورود، مليئة بمواضيع. ممكن كمان الفترة دي بتقرروا ان انتوا تودعوا احزانكم، تودعوا الحاجة اللي تخص حياتكم، الله اعلم. بس انتوا عندكم فرحة جديدة او حاجة جديدة. حسيتوا ان انتوا عندكم فشل في علاقة، فشل في ارتباط، فشل في مواضيع، فشل في حاجات معينة، فعايزين تغيروا من اللي انتوا فيه وتطلعوا لمراحل جديدة. شايفة كمان انه خدت اكتر من سنة ما كانش فيه حظ عندك في حياتك، او ما كانش فيه حاجات جديدة عندك، فقررت ان انت يعني تشتغل، قررت ان انت تعمل حاجات كتيرة. معروف عنكم ان انتوا دايما بتدوروا على الاحتواء، بتدوروا على الامان، بتدوروا على الحب، بتدوروا على حاجات حسينا ان هي مش موجودة. في كمان هنا موضوع مهم هيتفتح قدامك خلال كام يوم. الموضوع ده هيفرحك قوي، وهتحس قد ايه ان ربنا كريم عليك وفضول، وبياخد منك وبيديك، يعني بيعوضك. انت الفترة دي قررت ان انت تنعزل عن الناس، قررت ان انت تبعد عن ناس موجودة في دمك ولحمك، او من دم يعني من دمك ولحمك، قررت ان انت خلاص تبعد عنه. ممكن كمان يكون في سبب العاطفة ده الحب الجديد، او سبب العاطفة دي حياة جديدة. ممكن يكون حد هيقرب منك، هيعترف لك، انت هتعترف لحد. في كلام يخص المشاعر هيتقال عندك الفترة اللي جاية. ودايما اقول لك خلي بالك من اشخاص حواليك في ارض بيتك، هم اصلا طاقة سلبية. وده طبعا انت ما بتحبش الطاقات السلبية، انت بتكره الروتين، ما بتحبش الحاجة اللي تنام فيها تصحى فيها. فانت الفترة اللي جاية دي هتتولد من جديد، الفترة اللي جاية هتعمل حاجة جديدة، فياريت تبشر وتركز كويس جدا في حياتك بشكل متكامل الفترة اللي جاية. عندك كمان تبديل هدايا، او تبديل اوراق، تبديل حاجات معينة في حياتك. عندك استقرار نفسي، استقرار جسدي، استقرار حسم في مواضيع. انت حاسس ان انت يعني مكتوم، حاسس ان انت مهموم، حاسس ان انت متخان، حاسس بحاجات كتيرة في حياتك. فياريت تخلي بالك من نفسك وتكون حريص كويس جدا على افعالك، كويس جدا على اي اشياء عندك في حياتك. ممكن كمان يكون عندك ناس مقربة لقلبك، او ناس ظلمتك، الله اعلم. بس حصل عندك اكتر من موضوع مضايقك وخانقك، وده طبعا انت حاجات مش راضي بيها ولا حابب تعملها. ففي ناس برضو قريبة منك بتحاول ان هي تستغلك، بتحاول ان هي تعمل معاك علاقة، تحاول ان هي تعمل لك اي حاجة. عندك دايما بتقول الحق بس مظلومين، يعني دايما انتوا ما بتعرفوش تقولوا غير الحق.
ما بتحبوش الكذب ولا النفاق ولا الخيانة. طيب الفترة دي انتوا عندكم تقالب مع الشريك، عندكم حزن مع الشريك، حاسين ان الشريك مش فاهمكم، حاسين انه في حاجة غلط مع الشريك، يعني ممكن يكون شريك حياتكم بينكم وبينه مشاكل، ممكن يكون عندكم علاقة من الأبراج الهوائية، ما فيش عدالة، حاسين في حاجة غلط بتحصل. البعض منكم اكتشف خيانة الشريك، أو البعض منكم بيمر في فترة إرهاق، فترة تعب مع الشريك. انتوا حاطين الشريك قدامكم، ممكن يكون الشريك بيخون أو الشريك في طرف ثالث، رغم إنه أكتر من مرة تعهد إن هو مش هيظلمكم، تعهد إن هو هيمشي كويس، بس برضو بتقولوا اللي فيه خصلة عمره ما هيبطلها، واللي ده الحرام عمره ما هيبطله. انتوا ماشيين بمبدأ ده، إن اللي بيعمل حاجة مش هيبطلها أبدا. وعشان كده الفترة دي انتوا محتاجين ترتاحوا شوية، محتاجين يعني تعالجوا نفسكم، تطلعوا من اللي انتوا فيه. انتوا مهملين قوي في صحتكم الفترة دي، فياريت تخلوا بالكم من نفسكم. ممكن كمان علاقة الأصدقاء أو علاقة الصحوبية دي تتقلب وتبقى علاقة قوية، ممكن تاخدوا حقكم من حاجات كتيرة جدا، وممكن كمان تسمعوا خبر حلو بخصوص الحاجة اللي انتوا حاطينها ببالكم وعمالين ترددوها على طول في كل دعوة. عندكم عصفورة، العصفورة دي لإما انتوا بعتنها برسالة لحد أو في حد هيبعتها لكم في رسالة، في عصفورة عندكم جايبة لكم أخبار، أو انتوا مستنيين أخبار، ففي حاجات جديدة عندكم يعني بتتفتح قدامكم. رغم ان الفترة دي يعني مش هقولك ان هي من اكتر الفترات، بس الفترة دي حرفيا ممكن تكونوا انتوا بتعانوا من ضغط، بتعانوا من قلق في موضوع، بتعانوا من حد زعلانين على حد مريض، يعني في كلام يخص حد عندكم. فخلال الاسبوعين اللي جايين دول هتدخل في مرحلة جديدة، وهتركن على جنب القلق والحيرة، علشان هتبدأ ترتب امورك من جديد، هتبدأ تخرج ناس من حياتك، وفي نفس الوقت ممكن اقولك ان انت هتقدر تحط النقط على الحروف في مواضيع. انت المشكلة ان اليومين دول في غشامة على وشك مخليك مش شايف صح، او مخليك مش عارف تاخد القرار صح. فالفترة دي انت هتبقى كده شخص مختلف، وهتفرح قوي بالنجاح اللي انت هتحققه. انت ماشي في طريق خير، وطريق الخير ده اليمين بتاعك اللي انت ماشي فيه، فعشان كده ان شاء الله بإذن الله الورود هتملي حياتك. وتخلي بالك انه في شخص من ماضيك عايز يرجع لك، وعايز يتكلم معاك، عايز يفتح معاك مواضيع، عايز يشوفك عامل ايه، عايز يتكلم معاك بأي طريقة، وانت مش هتديه الحق ان هو يتكلم معاك خالص، هتنهي العلاقة دي وممكن تخرجه من حياتك. شايفة كمان ان انت ممكن تكون سمعت خبر مخوفك، او انت خايف من المستقبل، ففي رسالة هنا بتطمنك وبتطمن قلبك. انت الفترة دي بتعاني من ضغط او بتعاني من وجع في المعدة في بعض الامور عندك، محتاج تعمل اي حاجة جديدة تطلعك من الضغوط اللي انت بتمر بيها ورا بعضها. عندك هنا بإذن الله بفضل ربنا فرحة جديدة جوه قلبك، او فرحة مختلفة عندك، هتسمع برضو بخصوص الحاجات دي افراح حلوة. ممكن كمان يكون في انسجام لشخص معين في بالك او في بالكم، الله اعلم. الامور اللي متعلقة بالاعمال بالشغل بتاعكم، انتوا عندكم ترقية الفترة اللي جاية، بس تخلوا بالكم انه في حد بيعلن عليكم الحرب، او حد عايز يدخل بينكم شك او مشاكل، فياريت تخلوا بالكم من النقطة دي كويس جدا، وتكونوا حريصين ان الفترة دي تضغطوا على اي حاجة او تعملوا اي حاجة مختلفة. في شخص جديد هتتعرفوا عليه في حياتكم الفترة دي، الشخص ده هيقف جنبكم، هيساعدكم في كذا حاجة، وممكن كمان يعني يديكم مال، ممكن تقولوا ان الشخص ده رزق ليكم، بس انتوا حاليا في مكان غلط،
وحريصين قوي على اللي في ايدكم. انتوا حاسين ان انتوا في مكان غلط، او المكانة دي مش بتاعتكم. وشايفة كمان ان في امور هتتغير، وهتكتشفوا ناس حواليكم بطبعها الداخلي، الناس اللي هي مبينة من بره حاجة ومن جوه حاجة. شايفة ان في سعادة عندك ان شاء الله، بإذن الله هيبقى في استقرار في حياتك، بس دايما ابعد عن القلق والحيرة. وان شاء الله كمان ورق المحكمة اللي عندك، او الورق اللي انت مستنيه، اذا كان في جلسة او اذا كان في محكمة، بإذن الله هتتحل خلال الايام اللي جاية. بس وضعك الصحي انت بتعاني من شوية قلق، ودايما اقولك خلي بالك او اعمل حدود بينك وما بين ناس. ليه؟ علشان خاطر انت مش ناقص، ودايما بيظهر لك حرف الام في كل قراءاتك. حرف الام ده بيدل ان في بينك وما بينه كلام، بينك وما بينه مواضيع. وشايفة كمان ان الفترة اللي جاية هتكون منزهر وهتكون فرحان قوي. ليه؟ عشان ممكن كمان 99% هتخرج من الحالة السيئة اللي انت فيها، وهتخش في افضل حال بفضل ربنا. انت جوه قلبك كلام كتير، جوه دماغك مشاريع كتير، عايز تقف، عايز تحمي، عايز تكمل، عايز تعافر، عايز تعمل حاجات كتيرة جدا تطلعك في شهرة، تطلعك في ترقية، تطلعك في كذا حاجة. فياريت تركز كويس جدا في اللي انت فيه، علشان خاطر تقف على ارض صلبة. انت دايما على نيتك، قلبك طيب قوي، وعشان كده عندك مشاريع كتير، عايز تنجح، عايز تعمل كذا حاجة مختلفة، مش عايز تفضل محلك ساكن. لا، انت بتكره قوي الناس اللي هي تنام وتصحى في الروتين. انت ما بتحبش الروتين، بتحب التجديد، ما بتحبش ايه تصحى وتنام في الكلام ده، فبتتخنق وبتتضايق. وعشان كده الفترة دي انت بتحاول بقدر المستطاع ترتب اوراقك، جايب ورقة وقلم كده وبتحسب حاجات جديدة في حياتك، بتحاول بقدر المستطاع ان انت تخرج ناس من حياتك. وده بالفعل، انت رغم ان عندك شوية مطبات موجودين في وشك، بس انت بتحاول بقدر المستطاع تطلع من اللي انت فيه. ولو كان كان قلق او حيرة او توتر، او زي ما يكون انت مش عاجبك الحال وبتقول انا هخرج منه متألق وواثق في نفسي. فعشان كده دايما اقولك خد حذرك. ممكن كمان يكون عندك الفترة دي اعادة حسابات. يعني انت لو عليك هتجيب عقلك وتجيب قلبك وتحطهم قدامك وتسأل كل واحد عايز ايه، هتلاقي النتيجة عكس. يعني القلب عايز حاجة والعقل عايز حاجة تانية خالص. فانت الفترة دي منسجم في كذا موضوع. وشايفة كمان ان الفترة دي هي اكتر فترة مناسبة جدا للتغيير ليك، مناسبة جدا لتحقيق الاهداف، مناسبة جدا ان انت تقف على ارض صلبة وتشوف ايه اللي انت محتاجه وتشتغل عليه. فالفترات اللي جاية دي هي فترتك انت، فلازم تاخد حذرك من كل اللي بيحصل حواليك. دمعتك دايما قريبة، رغم ان ممكن يكون عندك اهل بيحبوك او عندك اهل واقفين جنبك، بس برضو في حاجة ناقصاك او حاجة ناقصاكم. ممكن تكون ام الشريك، ام الشريك بوشين بتبين ان هي قدام الناس كويسة وان هي بتحبك، ومن وراك حاجة تانية الله اعلم، بس ممكن تكون هي بوشين في كلام عندكم الله اعلم. فالفترة دي انت من اكتر الفترات اللي انت مستعد بشكل كبير جدا تعمل حاجات جديدة، مستعد بشكل مختلف ان انت تقف على ارض صلبة، مستعد برضو ان انت تحقق نجاحات، تعمل حاجات جديدة الله اعلم. ففي استعداد نفسي جواكم كده، قوة خارقة ان انتوا تقفوا على الهدف وتوصلوا للحلم بتاعكم. بس دايما خلي تركيزك كله على حياتك انت، يعني ما تركزش مع حد. برضو ارجع اقولك ان العيون مش سايباك في حالك، انت محسود، ومن كتر الحسد الألم اللي جوه صدرك عمال يزيد. وممكن يكون عيونك وجعاك، كتفك وجعك، حاسس انه في حاجة مش من صالحك، رغم ان انتوا بترموا همومكم دايما على باب ربنا،
وتقولوا انا ماشية في طريق ربنا فمش هندم، ماشيين في طريق صح. دايما ما تعرفوش تطلعوا غير الكلمة الكويسة من بقكم، ماشيين بعدالة، بتعادلوا بتوازنوا في حياتكم كلها، ما بتحبوش الكلام الكتير. ففي عندك هنا أشخاص ناويين يرتبطوا بيكم، ناويين يكلموكم في جواز، ناويين يفتحوا معاكم مواضيع. بس رقم 8 ده موجود في حياتكم، رقم 8 ده بيميز لكم علاقة قوية أو بيميز لكم حاجة معينة مربوطة بيكم انتوا. في كلام بيخص رقم 8 ده بيتميز ليكم بحاجات في حياتكم. ممكن كمان الفترة دي تكون من اكتر الفترات اللي انتوا عندكم توازن في علاقة، توازن في عدالة. دايما بتكونوا مركزين جدا ان انتوا تساعدوا الاشخاص اللي حواليكم، وبقدر المستطاع بتحاولوا توصلوا للنقطة الجديدة اللي في حياتكم. فياريت تسعوا، ياريت تحققوا الهدف بتاعكم وما تستعجلوش في اي حاجة. الفترة اللي جاية دي كمان ممكن تكون من اكتر الفترات اللي هيكون فيها اعراض حلوة، او هتستعيدوا نشاطكم، هتستعيدوا روحكم بشكل جديد. ممكن يكون في حفاظ على توازن جديد، هتبقى في مقاييس جديدة، في حاجات جديدة. في او الفترة دي ممكن يكون انتوا ناويين تشتروا مجوهرات، تشتروا حاجات، الله اعلم. بس في شراء حاجات جديدة عندكم في حياتكم الفترة دي. ممكن تكون برضو الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا بتحاولوا بقدر المستطاع تعيدوا حسابات. دايما كل مشكلة بتيجي عليكم انتوا، يعني في حاجات كتيرة جدا انتوا ما بتكونش لكم ذنب فيها، بس دايما بتلاقوهم يقربوا منكم يحكوا لكم. انتوا من الاشخاص زي ما قلت ان بتطلعوا الكلمة الكويسة من بقكم، فدايما كل الاشخاص اللي حواليكم تحب تتكلم معاكم، علشان بتحكموا بالعدالة، وعلشان خاطر دايما بيبقى فيه كده أمان في الكلام وسلام، بتسمعوا من الطرف التاني وبتتقبلوا الموضوع وبتتقبلوا الأمر وبتقولوا قدر الله وما شاء فعل. دي حياتكم وده طريق تفكيركم وده أسلوبكم في الحياة، ماشيين مبادئ ليكم. فدايما اقول لكم عشان المبادئ اللي انتوا ماشيين فيها دي، انتوا دايما بترفعوا ايدكم لربنا وتقولوا احنا مناش غير ربنا، هو السند، هو المعافي، هو كل حاجة في الدنيا. طيب اقول لكم كمان ان انتوا وقعتوا، مش هقول لكم طبعا ان انتوا وقعتوا في خطيئة، بس وقعتوا في مشكلة بسبب صديقة او صديق لقلبكم، كنتوا واقفين جنبه ومتعمدين ان انتوا تقفوا وتساعدوه، فلما حبوا يعضوا الايد، عضوا الايد اللي اتمدت لهم اللي هي انتوا. فبلاش بقى العلاقات الكتير دي، وبلاش المشاكل السلبية اللي مدايمة معاكم. انتوا دايما بتلتزموا بمحبة الاشخاص اللي حواليكم، بتلتزموا بالحاجات الحلوة، بس في ناس بتخطط للأذى، في ناس ما بتحبش تشوف حد مبسوط ابدا. وعشان كده دايما اقول لكم ان العواقب اللي موجودة في وشكم ممكن تنزاح في اي وقت، ممكن تتشال عن طريقكم في اي وقت، ممكن تبعدوا عن الطاقات السلبية في اي وقت. والفترة دي برضو من اكتر الفترات اللي انتوا بتمدوا يعني بتعانوا من ماديات صعبة، بتعانوا من خذلان، بتعانوا من بعض الاشخاص اللي موجودين في حياتكم. ممكن كمان يكون في شوية قلق، شوية حيرة، شوية حاجات مضايقاكم، الله أعلم. بس الفترة دي حرفيا انتوا في شوية حاجات مضايقاكم ومخلياكم نافرين، نافرين علاقتكم مع الشريك، نافرين علاقتكم مع أهل الشريك، ومحدش حاسس بيكم. المشكلة انه محدش حاسس بيكم، وطول ما محدش حاسس بيكم انتوا مش عارفين تعبروا عن اللي جواكم، ولا عارفين حتى تتكلموا تخص أي حاجة. طيب الفترة دي برضو انتوا بتحاولوا تاخدوا استرخاء، وبتحاولوا تصنعوا نفسكم بنفسكم. اذا كان عندكم مشكلة في البيت بتحاولوا تطلعوا منه، بتحاولوا تعيدوا نشاطكم، تعيدوا حياتكم تاني، بتحاولوا تعملوا حاجات مستجدة، حاجات جديدة، بتحاولوا تتجنبوا المشاكل، تتجنبوا الطاقات السلبية. الفترة دي ممكن يكون انتوا عندكم تجارب في حاجات كتيرة جدا، يعني مش لازم في علاقات، ممكن يكون هيبقى في استقرار في حاجات جديدة،
في حاجات مختلفة، ممكن يكون في أشياء جديدة هتفعلوها، مواضيع جديدة هتوازنوها في مرحلة جديدة. كمان ممكن يكون من أكتر الفترات عندكم الفترة دي مرحلة جديدة في حياتكم، رغم ان انتوا دايما بتكونوا راضيين بأي حاجة بتعيشوها، بس عشتوا فترة من اليأس أو من الخذلان، عشتوا فترة من الانكسار، عشتوا فترة من الظلم. دايما محبين للحياة بشكل مختلف، يعني بتحبوا الحياة، بتحبوا الناس البسيطة، بتحبوا الكلام البسيط، عندكم كمية صبر رهيبة لدرجة الناس بتسألكم بتقولكم انتوا ازاي مستحملين ده كله، ازاي صابرين على ده كله، رغم ان عندكم كمية صبر، بس على قد كمية الصبر اللي عندكم على قد كمية الهموم اللي شايلينها فوق كتفكم. وبتتجنبوا المشاكل بأي طريقة مع الناس، ما بتحبوش تعملوا مشاكل مع حد، وما بتحبوش برضو تتكلموا كتير عن حياتكم بشكل مختلف. فالفترة اللي جاية دي ممكن تعملوا توضيح، تعديل، مراجعة، أشياء جديدة، الله أعلم، بس دايما هتتميزوا بشكل مختلف في حياتكم. في كمان هنا انتوا هتقعوا في حب حد، او في حد هيقع في حبكم الفترة اللي جاية دي، هيبقى في كده كلام بخصوص الحبيب، او انتوا مستنيين حاجات تخص الحبيب، الله اعلم، بس انتوا في كلام هيتقال بخصوص الحبيب، وفي برضو طاقة فراغ بإذن الله. انتوا الفترة دي عندكم دقة الحدث بشكل رهيب طبعا، وبرضو بتهتموا بصحتكم، البعض منكم زار الطبيب عشان يهتم ويشوف ايه المشاكل ويعالجها، والبعض منكم عنده فحوصات بيفحصها، والبعض منكم ممكن يكون بيسعى مع حد، الله اعلم، بس انتوا عندكم خطوات المستشفى او خطوات الدكتور برضو بإذن الله هيكون في خير، يعني مش عايزاكم قلق خالص، وبلاش تخلوا الطاقة السلبية تأثر عليكم في أي حاجة. حرف الإن ده موجود في حياتكم، ممكن يكون بينكم الأيام اللي جاية كلام، بينكم الأيام اللي جاية حاجات يعني هتقفوا مع بعض أو هتشتروا مع بعض حاجات، الله أعلم، بس انتوا فعلا عندكم دقة الحدث دي رهيبة جدا، دقة الحدث دي مخلياكم يعني ما شاء الله عليكم، في كلام كتير بيتقال في مواضيع كتير عندك، او انتوا عايشين في حاجة مستنيينها تنجح بفارغ الصبر، بتشتغلوا على حاجة مستنيين تطلعوا منها. فانتوا الفترة اللي جاية دي بتحاولوا تستعيدوا، وبتحاولوا تشتغلوا، بتحاولوا تعفروا، بتحاولوا تشوفوا يومياتكم فيها ايه، بتاخدوا بالكم كويس جدا برضو من الناس اللي حواليكم بشكل كبير. عندك هنا كمان ممكن اقدر اقول ان الدين اللي عليك في اقرب وقت ممكن يتسد، او هتسد جزء، مش لازم الدين اللي عليك كله، بس هتسد جزء من اللي عليك عشان خاطر هتحس ان الفترة اللي جاية دي هي ثبتان وجودك. ودايما اقول ان انتوا عندكم روحانيات عالية، يعني ايه؟ يعني بتكتشفوا الاشخاص اللي حواليكم من نظرة، بتبصوا في نظرة في عين البني ادم، بتعرفوا ايه اللي جواه، بتعرفوا هو مخبي ايه، بتعرفوا الشخص ده ناويلكم على ايه. فدايما اقول ان السر اللي عندك هو اكتشاف الاشياء قبل حدوثها، وده طبعا انتوا بتقولوا هل ترى في احنا فينا ايه، فانتوا الفترة دي على استعداد بشكل تام تغيروا حياتكم بشكل جذري. اتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، واتمنى لكم الخير.